غرب مدينة حمص تقع منطقة وادي النضارة التي تتميز بسحر طبيعتها وتتمتع بمقومات سياحية هامة، فبالإضافة إلى الطبيعة الساحرة هناك الأماكن الدينية والأثرية، ومن أشهرها قلعة الحصن التي تعتبر أشهر قلاع القرون الوسطى، إضافة إلى دير القديس مار جورجيوس الحميراء والذي يعتبر من أهم المعالم السياحية والدينية. ونحن دورنا كوزارة السياحة ومديرية السياحة بتوجيهات وزارة السياحة نقدر نعمل موازنة خاصة من حيث الأسعار، هذا اللي بهم المواطن بالدرجة الأولى، أنه أنا قدران فوت على كافتيريا، قدران فوت على مطعم بدون ما يكون هذا موضوع عبء علي. من هون بتنطلق أول خطوة لأنك تعملي جذب للسياح اللي هن أولاد بلدك، وإن شاء الله بتوقع أنه بالنسبة للأسعار صار ملحوظ أنه قدرانين العالم يقدروا يفوتوا بدون ما يحسوها العبء الكبير. أما نبع الفوار الذي يعتبر ظاهرة تحير زائريه فقد أقيمت بجانبه المطاعم والمنتزهات ويأمه الزوار للتمتع بجمال الطبيعة وانتظار فوران مياهه. ليس له وقت محدد على الإطلاق، قد يفور في اليوم مرتين، وقد يفور في كل 3 أيام مرة، وقد يفور في الأسبوع مرة واحدة، وقد يفور في الشهر 3 مرات. لكن كمية هذه المياه التي تأتي من هذه المغارة فسرت تفسيرات عديدة، وآخر تفسير لها أن هناك حوضا مائيا يمتلئ ونتيجة الضغط الجوي. هذا الضغط الجوي هذه المياه الزائدة تملأ هذه المغارة ثم تجري ثم يعود. خلال هذا الصيف تشهد هذه المنطقة إقبالا كبيرا للسياحة الداخلية، إضافة إلى المغتربين الذين يصرون على احتضان بلدهم لينسوا أيام وهموم البعد عنه. مثل ما انت شايفي ما في أحلى من هيك، وخصوصا بالفترة الأخيرة بعد ما صارت حمص مدينة آمنة ومدينة تحررت صار فينا نطلع بكل بساطة بكل الأماكن. الأهم رجع الأمان اللي كنا فاقدينه لخمس أو ست سنين ماضي. هاي السنة كتير عالم سألونا شلون يعني شلون جاي على البلد وهيك أوضاع البلد، طبعا الأمريكان فاتت بالشغل وهيك، بس قلت لهم لا إنه أنا بسمع إنه لا إنه البلد تحسن وصار أحسن وكذا. هلا هاي السنة أنا عن جد بجيت كتير حسيت إنه البلد تحسن. حبينا اليوم بما إنه أيام الصيف كتير حلوة والأجواء كتير حلوة بوعد النضارة، حبينا نجيب العيلة ونجي نغير جو ويتسبحها، ونحن قصدنا وادي النضارة خصوصا من ربلي لهون لأنه منطقة سياحية بامتياز. كما يوجد في تلك المنطقة العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم التي تقدم أفضل الخدمات ليلا ونهارا لتكون مركزا للاستجمام والسياحة. من منطقة وادي النضارة غربية مدينة حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.